صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل، البرد الساقعه، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طبعا في البيت يا جماعه، انت في اوكرانيا بيبقى بره تلج، وانت ممكن تبقى قاعد في البيت بنص كم زي حالاتي كده او لبس خفيف عادي، لان البيت دفى وحراره البيت بتبقى اقل من حراره الشارع 20 درجه على اقصى تقدير او 15 درجه، فانت بيبقى داخل البيت حراره البيت بتبقى ما بين ال 25 او ال 22، فبالنسبه لك انت بيبقى الجو حلو، احيانا بتوصل لاعلى من كده 30 ممكن. طبعا ده مش موضوعنا، ده انا حاجه بحكيها لحضراتكم لاني انا في قناتي دايما بقول لحضراتكم العادات والتقاليد والثقافات بتاعه الاوكران او اي بلد لو انا رحت اي مكان اخر، يعني انا بتكلم عن البلد اللي انا عايش فيها اوكرانيا. نيجي بقى لموضوع مهم جدا بيهم بعض من حضراتكم، مش هقول الكل، ولكن مين النهارده ما بيدورش على زوجه كويسه تكون محترمه مهذبه، بنت اصول تحترمه، تحترم عقيدته او دينه، تحترم كل شيء في حياه هذا الرجل اللي هيتجوزها. مين فينا ما بيحلمش بكده؟ اكيد ناس كتيره جدا. بعض من حضراتكم بيسالني دايما بيقول لي ايه رايك في البنت الحضريه او بنت المدينه وبنت القرى في اوكرانيا؟ ايه الفرق بينهم؟ هل دي تصلح للزواج وبنت المدينه ما تصلحش للزواج؟ لان احنا عندنا مفهوم الحضر حاجه والريف او البدو حاجه تانية. في الريف او البدو هتلاقي عادات وتقاليد قاسيه جدا وهي صح، بتبقى موجوده عندنا في قلنا الكتير العربيه اللي فيها عشائر وقبائل، وحتى في الصعيد او وجه بحري، لكن في القاهره بيبقى في مزيج او ميكس من العادات والتقاليد، ويبقى ناس جايه من هنا وناس جايه من هنا، وبص تلاقي يطلع منها ثقافه مختلفه غير الثقافه اصلا بتاعه الناس في الجنوب او في الشمال. المهم، فانت لو عاوز تعرف هذه العادات والتقاليد او طقوس الناس بالنسبه للزواج في اوكرانيا، انا هقول لك بعض الاسرار، مش عارف ممكن يكون حد سبقني وقالها، ولكن انا بقول لك من واقع خبرتي. البنت بتاعه المدينه في اوكرانيا تقريبا هي نفس البنت اللي في القريه، يعني مثلا على سبيل المثال البنت في المدينه بتحب تلبس قوي وتتشيك، البنت في القريه برضو بتحب تلبس وتتشيك، البنت في المدينه بتحب مثلا تشرب بيره، البنت في القريه بتحب تشرب بيره، البنت في المدينه بتحب مثلا ان هي تخرج مع اصدقائها، نفس القصه البنت اللي في القريه بتحب تخرج مع اصدقائها. وقيس بقى كل ده على المدينه والناس اللي عايشين في القرى. فلو جيت تسال هذا السؤال فالسؤال ده مش في محله، لاني مش مقياس ان البنت دي عايشه في القريه فتبقى البنت دي محترمه او مهذبه او على خلق او هي متدينه او ان هي هتخش دين ما او عقيده ما او ايمان ما. كل ده مش مظبوط. فانت لو بتعرف واحده في القريه اعتبر نفسك ان انت بتعرف كمان واحده في المدينه، لان تقريبا نفس الاخلاق ونفس العادات والتقاليد في هذه المجتمعات. في اوكرانيا يا جماعه البنت عندها حريه في كل شيء في حياتها، بمعنى اولا هنا في اوكرانيا ودي عادات وتقاليد الناس واحنا مالناش دخل بيها طالما هذه العادات والتقاليد ما تجرحش مشاعرنا في شيء. يعني مثلا البنت بتعرف واحد صديق وموضوع الجواز بالنسبه لها ده بيبقى يعني تقريبا اخر الاولويات، خلاص؟ طيب هل ده يضرني انا في شيء ان البنت جارتي دي تكون عارفه واحد من غير جواز وعايشه معاه وعايشه معاه كزوجه، انت واخد بالك؟ وكل هذه الاشياء انا مالي، هي دي اختي او دي من بقيه عيلتي؟ لا، فهم احرار، لازم نحترم الناس اللي حوالينا طالما احنا ما بنقللهمش، لكن لو انا قلدتهم يبقى انت ليك حق ان انت تنتقدني وغيرك ينتقدني، لكن طول ما انا بحتفظ بعقيدتي او باخلاقي او بتربيتي الدينيه انا بقى ماليش دعوه بغيري، حلو؟ واحد هيقول لي طب يا خالد، طب ما تحاول ان انت تنصح الناس دول ان هم يخشوا مثلا على سبيل المثال يخشوا الاسلام، كلام زي الفل. اولا الناس هنا فعلا لا اكراها في الدين فعلا تنطبق على هؤلاء الناس، هنا الناس ما بتفرضش عقائد على حد، ما بيفرضوش اديان او ايمان معين على حد، يعني واحد ملحد مثلا ما يعرفش يخلي مثلا جارته تلحد زيه، فاهم؟ واحد مثلا مسلم فما يعرفش يخلي جارته تخش الاسلام، ده في القريه وفي المدينه وهكذا، وقيس بقى الكلام ده كله على الناس المتواجده داخل اوكرانيا، فيا حبيب قلبي لازم تفرق بين ان انت تؤمن بحريه واحد وعقيدته وان انت تحترم راي هذا الشخص. على العين والراس الاحترام، لكن اؤمن بهذا المعتقد او هذا الايمان ده بالنسبه لي انا عن نفسي خالد انا لا اؤمن بهذا الكلام، انا احترم الاخرين لكن لا لي علاقه بعاداتهم ولا لي علاقه باديانهم ولا لي علاقه بنظامهم في حياتهم الخاصه، ماليش علاقه. انت بقى كمغترب فانت حضرتك سؤالك بتبحث عن زوجه وبتفضل اللي هي الريفيه عشان الريفيه دي فيها كل المواصفات اللي انت متخيلها موجوده في البنت الريفيه في بلدك.
لا الكلام ده مش مظبوط، وانا ضربت لك بعض الامثله وفي امثله كتير جدا، وحضراتكم ممكن لو انا في حاجات ما قلتهاش ممكن نزودها مع بعض، اكون انا مش فاكرها في الوقت الحالي، بس بعد ما اخلص الفيديو هفتكر كل شيء واقول انا ما قلتش كذا، فلو حد اضافها يبقى نفيد غيرنا في تعليق ويبقى الجميع استفاد. كل مدن اوكرانيا اللي هي فيها التحضر والقرى مستوى واحد في المعيشه بالنسبه للبنات والاسره الاوكرانيه؟ لا طبعا، ده انت بتلاقي يا راجل في نفس الحي تلاقي ناس فقراء وناس اغنياء قوي وحي متواضع. ماشي، هنا يا جماعه مفيش حاجه اسمها حي للفقراء وحي للاغنياء، مفيش الكلام ده. هتلاقي حتى كمان في البيوت، تلاقي في المدينه تلاقي بيت الغني جنبه بيت الفقير، ماشي، شقه الغني جنبها شقه الفقير. الناس ما بتعاملش بعض بجيوبها او بفلوسها، الناس هنا بتعامل بعض باخلاقياتها باحترامها لبعضهم البعض، فهمت؟ فانا اللي عاوز اقوله النهارده في الفيديو ان حضرتك لو جاي على اوكرانيا تنور وتشرف، اهلا وسهلا بحضرتك، ولكن انت لو بتفكر ان انت تاخد البنت الريفيه فثق تماما ان نفس الطباع عند البنت الحضريه او بنت المدينه نفس طباع بنت القريه، فهمت؟ الناس هنا ما عندهمش خجل، لازم تبقى عارف ده. البنت هنا في اوكرانيا من اولها لاخرها من شرقها لغربها الناس والبنات ليهم وضع في الدولة والقانون والدستور بيكفل لهم هذا وبيضمن حقوقهم كاملة، فهمت؟ فمن صغرهم حتى هم في المدارس مفيش حاجة اسمها ان هي تخجل، من صغرهم مفيش حاجة اسمها كذب. ولذلك بعض الناس المحترمين اللي بتشهد شهادة حق عن هذه الدول يقول لك انا والله قابلت البنت الفلانية وبنت صادقة، انا لما اتعاملت مع الاوروبيين بصفة عامة لقيت اغلبيتهم، خلي بالك في كل الناس وفي حاجة اسمها اغلبية وفي حاجه اسمها اقليه، فهمت؟ يعني انا لما اجي اقول الغالبيه ما بيكذبوش يبقى انا صادق، لما اجي اقول اقليه بيكذبوا يبقى انا صادق، لما اجي اقول بقى عكس الكلام دون يبقى انا ما بفهمش حاجه وما اعرفش حاجه عن البلد اللي انا عايش فيها، لان الناس هنا ما تعودتش ان هي تكذب. يعني بنت المدينه وبنت القريه الاثنين ما بيكذبوش الا من رحم ربي، واحنا قلنا في اغلبيه وفي قله، ماشي؟ هل في سلبيات ان الناس في بعض مش كويسين؟ اكيد طبعا، ده كل المجتمعات كده، ناس مش مسؤولين وده وارد. يعني الموضوع بتاع ان انت تلاقي شخص كويس او شخص وحش ده ملوش علاقه بالارض، ان الارض دي طاهره او الارض دي مش طاهره او المكان ده كذا او المكان ده كذا، هي اخلاقيات ناس، عادات وتقاليد عند الناس. ولكن انا بقول لك ان العادات والتقاليد عند معظم الاوكران هي تقريبا عادات وتقاليد واحده، الناس ما بيكذبوش، الناس بيعملوا اي شيء بحريه بدون خوف بدون رعب بدون رهبه وبيعيشوا حياتهم بما يرضي الله. هو لو مش عاوز يديلك وعد والله الاوكراني ما هيديلك وعد، الاوكراني ما يكذبش عليك لكن يصدمك بحياه في وشك وفي عينك وتتفلق لو زعلت منه، فهمت؟ دي الحاجه والمميزات عند هؤلاء الناس، لكن هم في المجمل ناس محترمين جدا. هتلاقي البنت اللي هي في المدينه، خلي بالك في فرق بين بنت في المدينه عاهره او بروستيتوتكا او شلاظه، وفرق بين ان بنت طبيعيه، خلي بالك انا بتكلم بقى على الطبيعيين، اما بالنسبه للعاهرات دول انا ماليش علاقه بيهم، ودول هتلاقيهم في اوكرانيا وهتلاقيهم في روسيا الا من رحم ربي، وفي حاجات علنيه واحنا بنشوفها بعينينا دلوقتي حتى في بعض الدول العربيه، وفي حاجات مخفيه كتيره جدا ونحن نعلمها لان احنا اتربينا في بلادنا وعارفين الكفت في ديواننا، صح؟ فده اللي انا قصدته من الفيديو. فانت لو بتسال ان في اختيارين امامك لبنتين، واحده في القريه او واحده في المدينه، خد اللي قلبك يرتاح لها وتحس ان هي هتحترمك في المستقبل. بس في حاجه، ما تعرفش بنت المدينه او بنت القريه من مواقع الدردشه المنتشره في ديواننا العربيه وزيها في اوكرانيا وغير اوكرانيا، وتقول لي انا هخلق منها قديسه. الكلام ده مش مظبوط، هؤلاء الناس ممكن تضحك عليك بالكلام المعسول ولكن هي قصدها تسرق اللي في جيبك، فهمت؟ في بعض الناس تقول لي يا خالد انت بتقول كلام حلو قوي عن اوكرانيا واحنا موجودين هنا في اوكرانيا ومش شايفين هذا الكلام، فعلا اللي بيقول كده انا عمري ما كذبت هؤلاء، ماشي؟ النهارده يا جماعه الناس اللي عايشين في القاهره، خلاص؟ في ناس عايشه في الزمالك وفي ناس عايشه في مدينه نصر وفي ناس عايشه في مصر الجديده وفي ناس عايشه في المطريه وعين شمس واحمد عصمت والحتت دي، تمام؟ وفي ناس عايشه في الجيزه وابو هريره والمنيب والحتت دي، ودي المناطق الشعبيه اللي انا افتخر ان انا اتخرجت منها، خلاص؟ هل الناس وطريقه واسلوب عيشه الناس في هذه الاماكن الشعبيه زي الناس اللي عايشين في الزمالك؟ الناس اللي عايشين في الزمالك معظمهم عايشين في شقق فخمه او عمارات فخمه او فيلل فخمه، الناس اللي عايشين في المناطق الشعبيه بيبقوا عايشين في شقق يعني على قد الحال، وفي ناس بتبقى موضبه على اعلى مستوى وناس ربنا موسع عليها وعايشين برضو في المناطق الشعبيه، المهم بيبقى في تنوع في المعيشه، ولكن المعيشه تقريبا بتبقى واحده، ان الحواري ضيقه الشوارع ضيقه معرفش ايه، لكن بخلاف الاماكن اللي هي في اماكن راقيه زي ايه اللي انا ذكرتها سواء الزمالك او مدينه نصر مثلا على سبيل المثال، انا ما اعرفش طبعا الاجواء دلوقتي حصل فيها ايه. فهل يعقل ان انا
واحد بيقول رأيه عن المكان اللي هو موجود فيه أو مستواه الاجتماعي أو مستواه التعليمي اللي موجود فيه. يعني هو مثلا على سبيل المثال بيعرف ناس مثلا يعني من بعض الفاشلين مثلا الموجودين من بعض العرب، واحنا لا ننكر هذا ان في عربي محترم جدا 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 وفي اخر فاشل، مظبوط ولا انا بتكلم غلط وبشم العرب بس وخلاص؟ انا بقول بعض وبعض مننا دول في الناجح وفي الفاشل، مظبوط. طيب هو يعرف هؤلاء الفشلة اللي هم ادوله انطباع سلبي وادوله انطباع سيء عن العيشه والحياه في المنطقه او في المدينه اللي هو موجود فيها، فبيجي له الياس دون وبيجي له الاحباط دون، فيبدا يطلع الاحباط ده والياس ده في صوره تعليقات، في صوره راي شخصي، واخد بالك؟ وانا زي ما قلت لك انا بحترم الجميع، انا برفض اني افرض عليك وضع معين. فده اللي انا قصدته من الفيديو، فاتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، السلام عليكم.